بصي يا ستي، خير اللهم جاله خير. حلمت امبارح ان بابي جالي في الحلم واداني كيس كبير مليان فلوس وسابني ومشي. يبقى ده الورث اللي اخواتك اكلوه عليكي. اونو، تفتكري؟ اوف كورس، ابوكي مش هيرتاح ابدا في تربته غير لما يطمن انك خدتي حقك بشرع ربنا. طب انا عندي حلم كمان. لا بقى، انت داخله في رابع حلم. انا عندي حلم واحد بس عايزه اقوله. قولي يا حبيبتي قولي. بصي، خير اللهم اجعله خير. خير. شفت قطتين كبار شكلهم يخوف في شقتي اللي في الساحل، وقال ايه بقى، بيهجموا على ايمن جوزي وبيخربشوه، بس هو كان بيبعدهم عنه. كل ما يبعد قط التاني ينط، يبعد قط التاني ينط، لحد ما وقعوا على الارض. خير خير. يعني ده تفسيره ايه؟ ما هو مبوستر نفسه هو يا بنتي. ده رزق كبير جايلك انتي وجوزك وبالعملة الصعبة وعن طريق اتنين رجال اعمال، لدرجة ان جوزك هيقع على الارض من كتر شيلتي الفلوس اللي هتجيله. وكمان انت هيكون لك نصيب كبير عشان شقتك. والله دي جارتي اللي بالساحل. شكل الخير جاي. الو، ايه يا نانا، وحشاني موت. ايه يا مصيرتي، الشقه اتسرقت؟ وايمن اللي سايبها هناك بقاله اسبوع. اتنين حراميه طلعوا عليه هو في المستشفى دلوقتي. واو واو، ايه يا نهار اسود يا نهار اسود. او ماي جاد، استني هاجي معاكي. لا حول ولا قوه الا بالله. خير خير لما جاله خير. مش عارفه استريح، مين كان بيصرخ؟ دول اتنين صديقاتي كانوا عندي بفسر لهم احلامهم، والحمد لله شكلها اتفسرت وقتي. صديقاتك وبتفسر لهم احلامهم؟ يا مفتية احلام العالم. تصدقي انا كمان حلمت حلم. احكي لي يلا، انت احلامك ما بتنزلش الارض ابدا. ايوه ما انا عارف. انا وانتي ماشيين على البحر، كنا متأنججين كده عمالين ناكل ايس كريم، وفجاه لقيت واحد عمال يبص لك قوي وبيبتسم زي اللهبل كده ويمديلك ايده. راح الدم ضرب في نافوخي واديته حته علقه. يا لولي يا لولي، ما انت كمان اترزعت حته علقه. ايه ده، وانا ذنبي ايه؟ انت السبب، انت السبب. قعدت تصرخي بصوت عالي، يا لاوي الحقوني، سيبه الراجل هيموت في ايدك. راحت الناس اتلمت عليا انا وضربوني حته علقه. يا حفيظ، ده عدو، عدو بيمد ايد الشر. ربنا يستر. ايه ده، مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ انا هدخل جوه. خشي خشي، داري نفسك يا هانم. قلتلك بالله. افندم. يا استاذ، يا كابتن، يا انت راح فين؟ هو شارع، انت راح فين؟ عايز ايه؟ المدام فين؟ نعم نعم، المدام فين؟ انت مصدق نفسك؟ انت عايز ايه يا فندم؟ خش انده للمدام، عايز اديلها حاجه. يا عبيط يا اديلها حاجه. ايوه اخلص. انت شكلك على فكره الراجل بتاع البحر والخناقه والحلم، صح؟ اطلع من الحلم، اطلع. بحر وخناقه يا استاذ؟ نضرب بقى الصبح يا استاذ. لا على فكره انا لسه ما ضربتش. ايه ده، انت ما بتضربش؟ يعني بص، انا ناوي اعمل حاجه لطيفه هتسعدك في حياتك العمليه. انا معاك، تعمل ايه؟ تعالى بقى. لا مش معصبين انت، وعملت قولي مدام ومش مدام. مش معصبين انت، حرام عليك، الراجل هيموت في ايدك. اخلصي. انا متهدف. انتوا مين؟ انا جارك اللي في الدور الفوقاني. انا اللي تحت. بقول لكم ايه، محدش يقرب لي. ها، مش هتضرب تاني، مش في الحلم. احنا جيران، احنا بتعملوا لي كده مش ايه؟ احنا جيران. اهدى يا استاذ، اهدى يا استاذ. يا اخوانا، يا استاذ، مراتك قدمت مسابقه كبيره وكسبت يا استاذ، وانا قلت اجي بنفسي ابلغها عشان خاطر اخد الحلاوه او واخد علقه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي المدام. على طول متهور. بره بيتي. أقول لك على حاجة؟ No comment.